السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريال رشيد السبت القوة السياسية إلى تمرير موازنة 2022 بدلا من أقرار قانون الأمن الغذائي، مبينا أن القانون الأخير يحوم حول شبهات فساد وخلاف سياسي. قال رشيد في حديث أنه بدلا من البحث عن قانون تثار خلافات سياسية وشبهات فساد حوله مثل الأمن الغذائي، فإن قانون الموازنة هو التشريع المالي الرسمي للدولة. وأضاف أن الحكومة الحالية والبرلمان باستطاعتهم تشريع قانون الموازنة في ظل عدم وجود رؤية لتشكيل الحكومة سريعا وتهديد الأمن الغذائي، وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية سياسية واضحة تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية، لذلك فإن إقرار الموازنة سيكون الحل الأمثل. وتتوسع دائرة الخلاف السياسي حول أحقية مجلس النواب في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من عدمه، سيما بعد رفض الاتحادية إرسال القوانين من الحكومة بعد تحولها إلى تصريف أعمال.